اهلا بكم في موجز الاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف كشف عن تصنيف منتخبات قرعه التصفيات المؤهله لبطوله كاس افريقيا 2025 واللي هتستضيفها المغرب في الفتره من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026. تواجد منتخبنا الوطني المصري في التصنيف الاول لقرعه تصفيات كاس العالم تصفيات كاس افريقيا 2025 في المغرب، والتصنيف الاول في المغرب والسنغال ومصر وكوت ديفوار، نيجيريا، تونس، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية وغانا. فريق الزمالك اتعادل مع فريق فاركو بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. الموسم ده بيحتل فريق الزمالك المركز 9 بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز 15 برصيد 26 نقطة. جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو حصل على جائزة رجل المباراة واللي جمعت فريقه بالزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. كمان فريق سيراميكا حقق الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. بيحتل فريق سيراميكا المركز 7 برصيد 40 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقع الإسماعيلي في المركز 12 برصيد 31 نقطة. صديق إيجولا لاعب فريق سيراميكا حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بعد اختياره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده بعد التألق الكبير أثناء اللقاء. مودرن سبورت حقق الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بيحتل مودرن سبورت المركز 4 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 محتلا المركز 16. الكاميروني أرنولد إيبا مهاجم فريق مودرن سبورت حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام بلدية المحلة بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده بعد تسجيل هدف الفوز والمساهمة في حصد الثلاث نقاط. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتيبي أعلن إقامة النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسخته الثانية، وده وسط توقعات كبيرة بمشاركة الأهلي ممثلا عن الكرة المصرية. كده خلصت نشرتنا الرياضية.